السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هاجي معاكم نرسم سلم ستير. هرسمه طبعا من الدور اللي انا فيه للدور اللي فوقيه، يعني من الدور الاول للدور التاني، مثلا من هنا لهنا، واقول له اوكي. فليه هو اوتوماتيك بيعمل لي كات لاين في قلب السلم بتاعي؟ طيب الكات لاين ده انا عايز اتحكم فيه اكتر، فاعمل سيلكت على السلم وهدخل هنا في الايديت. طيب شرحنا احنا في بما ربي كل الحاجات بالتفصيل. خلينا ندخل على كات مارك تايب، هدوس هنا. ممكن تعمل اكتر من نوع. دلوقتي انا ممكن اجي هنا اختار واقول له ان انا عايز هنا الدبل لاين، فبتقول لي المسافه اللي بينهم قد ايه. يعني ممكن اتحكم في المسافه اللي هتبقى بين التو لاين اللي هيبقى هنا. يعني ممكن اخلي دي مثلا 2.5 مللي 3 مللي، اقدر اتحكم فيها. وممكن نزود برضو اكستنشنز لو انا حابب، ممكن اخلي دي مثلا 2 واقول له اوكي واوكي تاني، فهيبقى فيه خطين وفي بينهم مسافة. طيب لو انا عايز اتحكم هنا في الخطين دول هيبقوا في اول السلم ولا في اخر السلم، فهدوس في اي حتة بره بحيث ما يبقاش عامل سيلكت على السلم، وادخل هنا في الفيو رينج، وهروح للكات بلان. الكات بلان هنا على 120، فهقول له خليها مثلا على 180 واقول له اوكي، فهيحرك لي الكات لاين. لكن هتبقى في مشكله ان هو هيغيرها في البلان ككل مش للسلم بس، لان انا كنت عامل تعديل للفيو كله. طيب ايه الحل بقى؟ انا مش عايزه يحركه في اللوحه كلها، هندوس كنترول زد، لان ده هيأثر طبعا على بيت العناصر اللي موجوده في قلب الفيو. هعمل تراجع وهروح للفيو واروح هنا واقول له ان انا عايز بلان ريجن. بلان ريجن يعني هختار جزء من اللوحه اعمل عليه تعديل للفيو رينج بس بدون ما اثر على بقيه اللوحه. فده افضل حل لو انا عايز عندي تعديل معين ومش عايز التعديل ده ياثر على بقيه اللوحه. اعمل سيلكت كده واقول له اوكي. هنا مش هتلاقي اي اختيار غير فيو رينج. اجي هنا واقول له خليه الفيو رينج، هو واخد الفيو رينج بتاع اللوحه كلها، اقول له خليه ده حاجه سبيشال 1800 اوكي. فكده انا ما اثرتش على باقي اللوحه. بالشكل ده.